المواجهة تعود إلى الواجهة مجدداً في نهم شرقي العاصمة صنعاء، حيث لا زالت الاشتباكات التي اندلعت أمس الأول متواصلة بين قوات الجيش الوطني المدعوم برجال المقاومة الشعبية من جهة والميليشيا من جهة أخرى. وأفاد الناطق باسم المقاومة في صنعاء عبد الله الشندقي بمقتل 22 من الميليشيا ومقتل جندي وإصابة 2 آخرين من قوات الجيش الوطني التي تمكنت من السيطرة على مواقع مهمة في آل عامر والضبيعة والذراع ونمل وحريب نهم، وذلك ردا على خروقات الميليشيا على حد تعبير الناطق الرسمي. مصادر عسكرية أفادت بأن هذا التقدم جاء بعد صبر طويل من قوات الجيش على خروقات الميليشيا التي لم تبدي التزاما باتفاق التهدئة ووقف إطلاق النار، تقدم جعل قوات الجيش على مشارف العاصمة صنعاء، الأمر الذي من شأنه التسهيل من مهمة السيطرة عليها في حال تعذر الحل السياسي، وتم التوجه نحو الخيار العسكري لحسم المعركة كما يرى البعض.